برعاية وزير الداخلية الأستاذ محمد الغبان وحضور ممثل الائتلاف الدولي في العراق وعدد من السفراء ووكلاء الوزارة، احتفلت وزارة الداخلية بتخرج الدورة 20 من ضباط ومنتسبي الشرطة الاتحادية في محافظتي الأنبار ونينوى المتدربين على يد مدربين من القوات الإيطالية الكاربينيري. السيد الغبان دعا المقاتلين المتخرجين البالغ عددهم 125 من مجموع 1000 مقاتل، دعاهم إلى المساهمة الفاعلة في العمليات المقبلة لتحرير الأراضي العراقية من عصابات داعش الإرهابية. السيد الغبان التقى جمعا من المتدربين في المعسكر موجها لهم كلمة أشاد فيها بالمعنويات العالية للمقاتلين وحرصهم على المشاركة في عمليات تحرير الأراضي المغتصبة من دنس عصابات داعش الإرهابية، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقف اليوم موقفها التاريخي المتمثل بتطهير العراق من شراذم الإرهاب، معبرا عن فخره بهذه الثلة الشجاعة والقوة المقاتلة في وزارة الداخلية المتمثلة بالشرطة الاتحادية ورد السريع وأفواج الطوارئ والحدود وجميع القوى القتالية التي سجلت أروع صور البطولة بالانتصار على عصابات داعش الإرهابية وساهمت في تحرير المدن والقصبات في صلاح الدين وديالى وغيرها من المناطق. أنا سعيد اليوم من هذه الممارسة اللي شفتها في رفع كفاءة مقاتلينا وخاصة بالنسبة إلى الشرطة. بصراحة التدريب مهم جدا في رفع كفاءة أجهزتنا الأمنية اليوم وأداء مقاتلينا، سواء ما يتعلق في تحرير المناطق المغتصبة من داعش أو فيما يتعلق بإدارة ملف الأمن وأداء الشرطة ما بعد التحرير وإدارة المدن ما بعد التحرير. فالتدريب جدا مهم في رفع الكفاءة وفي رفع أيضا تعزيز المهنية لدى رجال الشرطة، هذا أمر مهم اليوم، لأن المعركة ليس فقط حسم عسكري، يحتاج اليوم إلى إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقي وأن يطمئن المواطن أنه اليوم قواتنا تريد أن تحرر ليس التراب. نعم التراب هو جزء من السيادة، لكن المهم هو تحرير الإنسان، المهم هو إعادة المواطنين إلى مناطقهم. يجب أن يطمئن المواطن، وهذا ما يتحقق إلا من خلال أن يلمس المهنية لدى رجال الشرطة في إنفاذهم للمهام وفي تطبيق القانون، ونعم أيضا مراعاة حقوق الإنسان. فبالتالي اليوم هذه الدورات وهذا التدريب نحن بحاجة، نعم، رغم بصراحة فترات سابقة أيضا لم تكن هناك مواكبة للتطور الذي حصل في جانب التدريب ما يتعلق سواء بالمناهج أو الأساليب أو كل ما يتعلق بالتدريب. فبالتأكيد نحن بحاجة إلى تطوير هذه القدرات والكفاءة التدريبية سواء بالنسبة للمتدربين أو للمتدربين، وإن شاء الله سوف نستفاد بأقصى ما يمكن من الدورات المقدمة. خدمات جليلة، نحن نقدر ونثمن هذه الخدمات وهذا الدور الإيجابي في رفع كفاءة مقاتلينا وفي أداء خاصة بالنسبة إلى الشرطة كما ذكرت. فالشكر والتقدير لكل ما تم إنجازه لحد الآن، وما كانت هذه الفعاليتين التي عرضت إلا هي جزء اليوم من التدريب اللي اليوم أكثر من 1000 متدرب تم تدريبه من الجانب الإيطالي، وآخره اليوم هذه الدورة التي تتخرج بواقع 125 متدرب. وزارة الداخلية حريصة على تخريج ضباط ومنتسبين أكفاء قادرين على تحرير الأراضي العراقية من دنس عصابات داعش الإرهابية.